ها أنت يا خادم الحرمين الشريفين تعود بحمد الله ومنه وكرمه في أتم صحة، ولم يغب وطنك وشعبك عنك، وأنت في رحلة علاجك حيث يشغلك وطنك الآمن المستتب وشعبك الوفي المحب تسأل عنهم وتتفقد أحوالهم وتعمل من أجل إسعادهم وراحتهم. يا أبا متعب، شعبك اليوم يهنأ بعودتك بسلامة الله بعد رحلتك العلاجية التي تكللت بالنجاح ولله الحمد. الخيالة في مظهر الاستقبال الحافل ومع هذه الفرحة الغامرة